بالنسبه لك يعني من اللعيبه اللي انت لعبت معاها وكان بلاي ميكر كبير، يعني هو لسه طبعا بلاي ميكر كبير، صالح جمعه لعبت معاه طبعا في المنتخب، وسمعنا تقارير بتقول ان هو ممكن يخرج اعاره من الاهلي في السنه دي، يمكن يناير يمكن السنه الجديده الله اعلم. تتمنى انه ينضم للمقاولين؟ تتمنى انه يلعب معاك في نفس الفريق؟ اكيد طبعا. صالح لعيب كبير، لعيب كبير بمعنى كبير كلاعب كوره يعني، اتمنى له طبعا لو في عرض او النادي محتاج وهو حابب يكون موجود اكيد. له اضافه طبعا، الكوره عند صالح مش هتتنسي يعني، اي حاجه تانية ممكن تتظبط انما الكوره عند صالح مش هتتنسي يعني. هو ان شاء الله يعني انا عارف ان هو بدا يرجع شويه شويه، كان مصاب شويه بدا يرجع، لو موجود في الفريق ده طبعا اضافه لينا واضافه لي لما اكيد. انت كان في المنتخب وما راحش معاك في فتره من الفترات، كان مصاب كان مصاب ما راحش معاك، واعتقد ايه كانت افريقيا البطوله بتاع التصفيات كانت في السنغال. صالح لا كان موجود، صالح اعتقد كان مصاب قبل السفر على طول. كان بالظبط في شرم الشيخ، كان عندنا ماتشين في شرم صح، كان عندنا ماتشين في شرم الشيخ، اتصاب في الماتش الثاني ما سافرش، دي حقيقه. لا بس هو صراحه انا لعبت منتخب، لا لعيب كبير، لعيب كبير، لعيب كبير بالظبط. وعشان كده الناس متضايقه او زعلانه على موهبه زي دي. طبعا الناس زعلانه عليه، زي دي ما تبقاش يعني واخده حقها يعني. يعني دي حاجه انا تملي بقول دي صالح اللاعب دايما تاخدها في حته ايجابيه، الناس زعلانه عليك بخلاف لما يكون زعلانه منك. الناس زعلانه منك، فان صالح لما الناس زعلانه عليه الفترة اللي فاتت رجع شوية والناس اتبسطت، الجمهور كله اهلي وجمهور مصر كله اتبسط لانه عارفين صالح موهبة كبيرة. فلا يعني هو يستاهل احسن من كده صح، بس عشان هو كلاعب كورة محتاج كده، محتاج شوية تظبيطات هيتظبط عادي، كلنا بنمر بمواقف وحشة وكويسة وكل حاجة خالص، بس اتمنى ان هو يعني كفاية الوحش يعني، بص للحلو لان هو فعلا عنده امكانيات يلعب في احسن حته، هو فعلا بيلعب صح. في احسن كبير ويقدر يلعب بره ويقدر يكون موجود في اي طبعا حته طبعا، وذاك بيلعب في النادي الاهلي طبعا، فنعمه يعني كبيره يعني، نعمه كبيره طبعا. انت بتلعب في النادي الاهلي وبرغم كل المشاكل وبرغم كل حاجه الناس متمسكه بيك صح. انت معنا كده لعيب كبير، بس في نفس الوقت النادي اكبر، فانت حاول انت يعني انت تتنازل بقى، النادي صح. ممكن يتنازل بعض الشيء في حاجات، فلا بس انت كمان لازم تضحي طبعا، تضحي باضعاف مضاعفه عشان تكون موجود في النادي زي النادي الاهلي طبعا. انا بتفق معاك جدا في النقطه دي، واتمنى ان شاء الله ان صالح يكون موجود لان واحد من نجوم الكره المصريه.